السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نعلمكم طريقة لمبادير من الصوف. مثل ما شايفين نفيخة وصوف، بيلزم لنا الغري. طبعا بنخلي الصوف كله غري مثل ما شايفين، منبلش نلف على النفيخة. يعني طريقة كتير سهلة. طبعا بدنا نكون يعني عم نلف شادين على النفيخة عشان ما يفكوا بعدين أو تبعدوا عن بعضهم، وبنضل نلف فيها تقريبا حسب مثلا الشد بتحب تكون فيها. مثلا صوف يعني مثل ما عم تشوفوا قدامكم، بحب الكتر بحب يقلل ببين معكم. طبعا بنضل عم نلف فيها يعني لوقت منيح، يعني حتى تسكر كتير فراغات مشان تطلع أجمل. طبعا وكل الصوف بده يكون يعني أول شي محطوط بالغري مشان يمسك فوق بعضه. يعني مثل ما شايفين صار كمية منيحة من الصوف، فبتعطي جمالية أكتر. طبعا كله بده يكون بالغري عشان تكون أقوى، ومنضل عم نلف فيها. يعني هيك تماما بكون سكرنا تقريبا أكترية الفراغات. هيك انتهينا منها، وهلا بتدهنا بالغيري من برا عشان تمسك أكتر على بعضها. وقت نفك مثلا النفيخة ما يفرط الصوف، هيك أقوى بكتير. طبعا هلا فكيت من قلب النفيخة، ضلت ليك قوية متماسكة. طبعا وهاي القاعدة مشان نحط عليها هي هاي فلين، فمن نحط عليها منلبسها محارم عشان دهنها تعطي جمالية بالتعتيق يعني، ونروح شكل انه روح شكل انها كفليني، فبصير منظرها احلى. طبعا مدهنة لون اسود حاليا كله، بس ما بدنا نخلي فراغات بنوب يعني، نسكرهم على الاخير عشان الدهان اللي بعده يسكر يعطي جمالية. طبعا يعني مثل ما شايفين هلا عم غطيها، وهيك وقت نشفت بعدين دهنت لون بني فعطت موديل كتير حلو، يعني مو بتبين انها فلين كانت، يعني قطعة كتير حلوة. بنجيب شريط كهرباء وسوكي ونحط لمبة، وعملناها مخفية طبعا، يعني صارت السوكي داخل القاعدة ما أنا ظاهرة يعني مو مبينة، هيك بتعطي جمالية أكتر. وهيك مثل ما شايفين انتهيت. وهون الاختيار حسب الواحد شو بحب لون الإضاءة، بيركب اللمبة حاطط الإضاءة لونها حمراء، طلعت كتير حلوة طبعا. وهيك انتهيت. وبتصير اللي بحب يصغر اللمبة بقلبها بتصير كلمبة دير بغرفة النوم، يعني بيطلع ضوء نايس كتير حلو طبعا، ومنظرها كتير حلو.